بداية يطيب لي أن أنقل لكم تحيات مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله، وتمنياته أيده الله لهذه الدورة بالتوفيق والسداد والتوصل إلى قرارات تسهم في تعزيز العمل الإعلامي العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية. كما يطيب لي أن أجدد التأكيد على حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتوجيهاتهما المستمرة بضرورة دعم العمل العربي المشترك في جميع المجالات ومساندة كافة المشروعات التعاون والتكامل وتعزيز التضامن العربي على المستويات الإقليمية والدولية لتحقيق تطلعاتنا المشتركة في التنمية والرخاء والازدهار لدولنا وشعوبنا. أصحاب المعالي والسعادة، نجتمع اليوم في حين تشهد القضية الفلسطينية، قضية العرب الأولى، تطورات خطيرة ومتسارعة، مما يتطلب منا بذل المزيد من الجهود لزيادة وعي المجتمع الدولي بضرورة العمل على إحياء عملية السلام التي تحقق إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرات السلام العربية. إن المملكة العربية السعودية تؤكد موقفها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وتأييد جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، حيث نرى أن السلام يجب أن يكون خياراً استراتيجياً لضمان استقرار المنطقة. اسمحوا لي أصحاب المعالي والسعادة، يواجه العمل الإعلامي العربي المشترك تحديات كبيرة في ظل التحولات والمتغيرات التي يشهدها العالم حالياً، لا سيما التدفق الهائل السريع للأخبار وتسارع الأحداث وتعدد الاحتياجات المعرفية للمتلقين وتنامي البدائل الرقمية للإعلام التقليدي والتنافس العالمي القوي في مجال الإعلام والترفيه. إن التداعيات والتبعات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا تفرض على وسائل إعلامنا العربي أن تلعب دوراً أكثر فاعلية في التعامل مع الجائحة وتحقيق هدفي التعافي منها وعودة الحياة إلى طبيعتها من خلال حث الجمهور على تلقي اللقاح باعتبار ذلك أهم وسيلة للتعافي، وتأكيد ضرورة استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية لضمان استدامة ما تم تحقيقه من نجاح في مجال رفع الوعي والتعايش مع العالم بعد كورونا. كما أن المعطيات الصحية الراهنة وظهور متحورات لفيروس كوفيد 19 يفرض علينا الالتزام بالإجراءات الوقائية منها، ومن هذا المنطلق جاء قرار المملكة باقتصار حج هذا العام على عدد 60,000 حاج من داخل المملكة حفاظا على صحة الحجاج وسلامتهم وحرصا على إقامة الشعيرة على نحو آمن صحيا مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية. إن هذه التحولات والمتغيرات والتأثيرات الناجمة عنها على مجتمعاتنا العربية تفرض علينا أن نبادر لتفعيل العمل العربي المشترك بخطوات عملية تنفيذية. لذا فقد تقدمت المملكة بمقترح إعداد الاستراتيجية الإعلامية العربية للتصدي لجائحة كورونا والتعامل مع تداعياتها، والتي يتضمن تشكيل فريق عمل عربي مشترك لإعدادها تحت إشراف قطاع الإعلام والتواصل والاتصال بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية. كما قدمت المملكة ورقة عمل استرشادية تتضمن الأهداف الاستراتيجية المقترحة ومساراتها ومحاورها الرئيسية، حيث نرى أهمية أن تتضمن مبادرات تنفيذية لتوعية المجتمع العربي بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضرورة تلقي اللقاح ودحض الشائعات الزائفة التي يتم الترويج لها حول لقاحات كورونا بأنواعها المختلفة، ورفع مستوى الوعي بسبب التعايش مع العالم ما بعد جائحة كورونا. أصحاب المعالي والسعادة، في ختام رئاسة المملكة العربية السعودية للدورة العادية 50 لمجلس وزراء الإعلام العرب
أتقدم بالشكر الجزير لمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ أحمد أبو الغيط ولجميع منسوبي الأمانة على ما يقومون به من جهود لخدمة العمل العربي المشترك، كما أتقدم بالشكر والتقدير لجمهورية العراق الشقيقة على ما قدمته خلال توليها رئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الأعلام العرب وما سوف تقدمه خلال العام القادم، ولسعادة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال السفير أحمد رشيد خطابي على ما قدمه خلال الفترة الماضية من أعمال وإسهامات متميزة لتفعيل العمل الإعلامي العربي المشترك، والشكر الخاص لسعادة مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب الدكتور فوزي الغويل ولجميع العاملين في القطاع على ما قدموه خلال هذه الفترة من جهود وما أنجزوه من أعمال، وكذلك لتحضيرهم المتميز لاجتماعنا هذا اليوم. وفي الختام أود أن أتقدم بمقترح يتعلق بعضوية الدول في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب ويتمثل فيما يلي: أولاً، إضافة دولة فلسطين كعضو دائم في المكتب التنفيذي. ثانياً، إضافة جمهورية مصر العربية عضوا دائما في المكتب التنفيذي. ثالثاً، إضافة دولة رئاسة دورة مجلس وزراء الإعلام العرب عضوا دائما في المكتب التنفيذي خلال فترة رئاستها.